أردوغان يؤكد أن عيون العالم على تركيا التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم بتقنياتها التي تتطور وتتجدد كل يوم، معلنا هذه المرة امتلاك تركيا لسفن الطاقة العملاقة. وفقا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، ارتفع إجمالي حجم أصول القطاع المصرفي التركي بنسبة 46.6% اعتبارا من نوفمبر الماضي مقارنة بنهاية عام 2020، حيث وصل إلى 8 تريليونات و949 مليار ليرة. شركة رمزي العقارية مستشارك الآمن في عالم العقار في تركيا. للاستفسار والتواصل 0552-559-96-63. استضافت إسطنبول 7,980,311 سائحا أجنبيا في فترة 11 شهرا من العام 2021، و997,620 سائحا أجنبيا في نوفمبر. انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بنسبة 1.8% إلى 97.6 في ديسمبر، ويعزى الانخفاض في المؤشر إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلك وقطاعات الصناعة التحويلية والخدمات وتجارة التجزئة وقطاع البناء.